بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم اللقطة في الحرم؟ اللقطة في الحرم هي المال الضائع، اللقطة هي المال الضائع من صاحبه، واللقطة في الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقطته إلا لمنشد. فإذا وجدت لقطة في الحرم فلا تأخذها إلا بشرط أن تلتزم بالإنشاد عليها والمنادات عليها حتى تجد صاحبها، فإذا لم تلتزم اتركها. لا تحل لقطته أي الحرم إلا لمنشد، أي لمن يلتزم بأن ينادي على هذه اللقطة حتى يجد صاحبها.